بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الآيات من قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إلى قوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقد توقفنا في الحلقة السابقة في ختام الآية الثانية عند قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، بعد قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ختمها بقوله: وكان الله عليما حكيما، عليما بما يحصل لكم من الآلام والجراح، ومع ذلك شرع لكم الجهاد لما يترتب عليه من المصالح العظيمة الراجحة، فالمصلحة راجحة على ما في الجهاد من الألم. فالله شرع هذا لكمال علمه سبحانه وتعالى، كمال علمه بكل شيء وبما يترتب على جهاد الكفار من مصالح المسلمين وحماية الدين وهيبة الإسلام والمسلمين وذلة أعداء الله وأعداء رسوله وقمع شرهم. فهو عليم سبحانه وتعالى في أحكامه وتشريعاته، ومنها الجهاد. وحكيم، والحكيم له معنيان: الحكيم بمعنى المحكم الذي يتقن الأشياء ويحكمها سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. وكلا المعنيين مقصودان في هذه الآية. فالله جل وعلا حكيم بمعنى أنه أحكم وأتقن تشريعاته وأحكامه فلا نقص فيها ولا خلل فيها، وحكيم في أنه وضع الأحكام في مواضعها فأمر بجهاد الكافر، لأن هذا هو الحكمة في أن يكون الدين كله لله، وتصلح الأرض ويصلح الناس ويفرح المؤمنون ويذل الكفار أعداء الله ورسوله. ثم قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. إن الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأتى بضمير الجمع للتعظيم. وإن كان المقصود واحدا فيأتي للتعظيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب، أنزلنا أي أوحينا إليك الكتاب وهو القرآن والسنة بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الوسيط بين الله وبين رسوله بالنزول بالوحي، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل من عند الله، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل بإذن الله عز وجل، ثم بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم تناقلته الأمة جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا القرآن محفوظ بحفظ الله، لا يتطرق إليه عبث أو تحريف أو تأويل،
لأن الله حفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رغم ما يكنه الأعداء والكفرة والملاحدة من العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين، لم يستطيعوا أن يغيروا كلمة أو حرفا من القرآن، مع أنه يدمغهم ويتكلم في معائبهم ونقائصهم ويبين مخازيهم، ومع هذا لم يستطيعوا أن يغيروا منه حرفا واحدا. وهذا من إعجاز القرآن، وهو من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الذين يجحدون إنزال القرآن ويقولون القرآن مخلوق، كالجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، الذين ينفون الكلام عن الله ويقولون إن الله لا يتكلم، وإنما معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، خلقه في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في اللوح المحفوظ، فنسب إليه نسبة مخلوق إلى خالقه، هكذا يقولون، قبحهم الله، لأنهم ينفون الكلام عن الله ويقولون إن الله لا يتكلم. شبهوه بالجمادات التي لا تنطق. والله جل وعلا ذكر أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها ولا ربا. قال سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أن الذي لا يكلم ولا يتكلم أنه لا يصلح للألوهية والعبادة، وكيف يأمر وينهى ويدبر وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عما يقولون. ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا أي لا يكلمهم، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها. ولو كان الكلام منفيا عن الله كما يقول الجهمية وأضرابهم لأمكن الكفار أن يقولوا لموسى: وأنت ربك لا يتكلم، وأنت ربك لا يتكلم. فدل على أن الكلام صفة من صفات الله، وهي صفة كمال منه سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكتاب القرآن، ويدخل فيه السنة لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. أنزل الكتاب لأي شيء؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالقرآن نزل للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أن يحكم بينهم بما أنزل الله. فالحكم بين الناس إنما يكون بحكم الله الذي أنزله في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الحكم بالقوانين والأنظمة البشرية، لأنها من وضع البشر، وهي ظلم وجور، ويدخلها الأهواء ويدخلها النقص، فلا تحل مشاكل الناس. وليس المراد بالحكم بما أنزل الله أنه خاص بالمنازعات بين الناس، بل هو عام في الحكم بينهم في الاختلافات كلها، الاختلاف في العقائد أول شيء،
الاختلاف في المسائل الفقهية، الاختلاف في الخصومات، فالحكم بالقرآن عام ولا يؤخذ جانب ويترك الجانب. نحكم بين الناس في المنازعات والأموال، ونترك الحكم بين الناس في العقائد، فهذا من الانتكاس. فالواجب تحكيم القرآن في كل خلاف، قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء، أي كل نزاع، وقوله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في شيء أي شيء. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.